انا بسمع برضو يقول لك طب فين التعليم؟ لا ما احنا ما سيبناش حاجه، احنا مش سايبين حاجه، لا تعليم عام ولا تعليم جامعي، سايبينه، احنا شغالين في كل حاجه. طب وانتوا بتسالوني ايه والتعليم، انا اقول لكم ايه؟ طب اخبار تحديد الناس ليه؟ اطالبكم وتطالبوني مش كده، ولا انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه وتقولوا لي خلص؟ زي ما انتوا بتقولوا طب اخبار التعليم ايه، احنا بنبذل، لان احنا قلنا بنشتغل بشكل متوازن مع كل قضايانا، مع كل مشاكلنا، مع كل اهدافنا، ما نقدرش نسيب قطاع ونقول ايه القطاع ده نركز فيه بس لوحده. بالمناسبه انتوا مش هتستحملوا كده، يعني لو اتقال النهارده ركز على التعليم بس وسيب بقيه القطاعات زي ما كان كتير بيتقال الكلام ده في بدايه الفتره بتاعتنا، ده كلام مين الناس عايزه تعيش، بس عايزه تاكل وتشتغل، فتقول له لا طب هنصرف كل مواردنا على التعليم بس، ده كلام يعني ممكن يمكن ينجح في حته تانية لكن في مصر ما ينجحش في تقديري يعني. فاحنا شغالين في كل القطاعات، لكن زي ما اقول كده لو انت طالبتني بكل شيء انا هطالبك بشيء واحد بس، اقول لك لو سمحت، لو سمحت النمو السكاني اخباره ايه؟ يعني انا بقوله دلوقتي عشان اضايقكم يعني ولا حاجه؟ لا والله ده موضوع احنا لازم نهتم بيه كلنا على مستوى الدولة، قطاعات حكومة وقطاعات مدنية وأهل الدين والإعلام وكلام من هذا القبيل، دي قضية كبيرة برضو، دي قضية كبيرة مش محسساكوا أبدا بكل الجهد، المفروض ما أقولش كده عشان ما يصحش، والله العظيم بكل الجهد الجبار والإنجازات اللي ربنا سبحانه وتعالى موفقنا فيها، مش قادرين نوصل لكم احساس حقيقي، مش بالعمل، المنتهى الاحساس الحقيقي ايه؟ الفلوس اللي هتخش، اللي هتدخل جيبك انت بتقول، مش كده يا دكتور؟ ما انا برضو عايز اعمل كده، ما انا برضو عايز ان انا اخلي ارفع من مستوى المواطنين، كل المواطنين، بس دايما دايما النمو السكاني الزياده صدقوني مش هيدينا الفرصه ديت. ولما كان دوله رئيس من في اللقاء اللي فات وجبنا نمو وتطور الدوله المصريه خلال ال 150 سنه اللي فاتوا، كان الهدف منهم انك انت تبقى شايف ان المعدلات ما بتزيدش، معدلات التحسن لا بتتناقص. طب بتتناقص ليه؟ لان في معدل تاني طالع ما بيقفش ومش متوازن، اللي هو كان عندك 4 مليون مواطن وكان عندك 4 مليون فدان، يبقى كل مواطن يخدمه فدان، النهارده انت عندك 100 مليون مواطن، عندك 100 مليون فدان؟ لا، فهتبص تلاقي ده يتأثر بيه شكل وغنى الدولة وشكل وغنى الناس وال يعني أسعار المواد الغذائية اللي بنتكلم عليها، انت بتتكلم على 8-9 مليون فدان، 10 مليون فدان، حتى ال 10 مليون يعني بدل ما كنا بنقول فدان لكل مواطن هنقول 10 مواطن لكل فدان، يعني 10. مش عايز اطول كتير اكتر من كده، لكن عايز اقول ان انتم اللي انتم تطمنوا ليه ان شاء الله، واحنا بنتعامل معاكم بشفافيه، انا بكلم كل المصريين، احنا بنعرض عليكم كل شيء، وافتتاحاتنا بتبقى فرصه ان احنا نتكلم ونقدم الانجازات اللي بتتعمل من باب ان انتم تبقوا معانا فيها، كل الناس بتبقى حاضره وشايفه وكلام من هذا القبيل. حد مثال اخير للمشروع اللي هيتفتح النهارده او يعني مشروع القرى ال 1500 قريه عشان اختم كلامي ونبقى نتكلم في المزارع دي في الـ في الـ في اللقاء الثاني، انا بقول كل الناس مدعوه، التنفيذيين اللي موجودين داخل المحافظه والمركز مدعوين، لو النهارده كل يعني انا عارف ان انتوا قسمتم ال 50 24 هيئه المجتمعات يا دكتور و26 لا الهندسيه هاب يبقى كل محمد كل قاده الجيوش والمناطق وقاده الفرق والشعب الهندسيه اللي موجوده داخل هذه المراكز مسؤوله معانا. ليه مسؤوله معانا؟ بس انا عايز ان احنا فعلا
نصور زي ما كنا بنورد الترعة اللي هي كانت شايفينها، ولما بطلناها بقت كده، بقت حاجة تانية. بس ممكن برضو الترعة من البطانة دي ممكن يترمي فيها مخلفات لو ما خدناش بالنا، لو ما خدناش بالنا وإحنا كحكومة ومواطنين حافظنا على اللي إحنا بنعمله هيترمي فيها مخلفات تاني. لمفعش إحنا عملنا ده لأسباب كتير، منها برضو إن هي ما تبقاش يعني مكان لإلقاء المخلفات يعني.